بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات فيها الأماني سافرات حقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى. قصة حكاها القرآن في الجزء 20، قصة أم موسى. سنتعرف اليوم معكم على هذه القصة وعن المقاصد التي نتمنى أن نطبقها واقعا في حياتنا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. يا مرحبا، حياكم الله يا شباب. اليوم نقف وقفة جديدة مع مخزن جديد وقصة جديدة، قصة أم موسى في الجزء 20. ما هو أبرز مغزى؟ أخي عطف الأم، أم موسى قلبها كيف يعني تحمل انها ترميه في 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 في, في, في التابوت وتضعه في هذا في ذاك النهر واصبح قلبها فارغ حتى خلاص بتروح تقول لهم هذا ولدي من شده حزنها، لكن ما كان قدامها الا انها ترميه. فقلب الام قلب عظيم، نحتاج ان نهتم بهذا القلب وان نملأه مشاعر وحب وعطف وحنان ونهتم بقلوب أمهاتنا ومشاكلنا. واقعنا في نماذج من فراغ الأم كثير والله يا أبو حسين، والله كثير من الأمهات يعانون، تستنى الاتصال من الابن، تستنى الرسالة، تستنى الهدية، تستنى الكلمة، فتجد أو إذا تأخر حتى في الليل تأخر وينك يا والله تأخر. والله أعرف بعض الأمهات ممكن لو ولدها سهران تسهر معاه وما تنام إلين ما يجي وتشوفه تطمئن عليه تدخل تنام. أقول لكم من المواقف العجيبة، هذا شخص يعني يذكر الموضوع حتى تنقلوه في وسائل التواصل، أن والدته كبيرة جدا، هو عمره يمكن تجاوز 50 أو قارب 60، يا الله ما تنام إلا لما تشوف عزكم الله حذاء موجود الله على مدخل الباب. فإيش كانت تسوي زوجته؟ كانت تحط حذاء يعني قريب أو آخر مشابه على الباب عشان تروح تنام. حتى الزوجة حتى يقول حتى يشون الفرق. يا الله وسبحان الله، ما أقدر أتجاوز هذا المغزى اللي لابد أن أرمي بسهم. تفضل. الأم يعني إيش نقول على الأم؟ يقول الناظم: من غير أمي إن فرحت بعالمي فرحت وإن أبكي بكت من مدمعي. إذا ضحكت أنت تضحك،
وإذا أنت بكيت بكت. يا سلام. تشوف السعادة كلها في ابتسامتك. وإذا شبعت شبعت، وإذا مرضت أنت تمرض معك. يا شيخ ما في أحد يتمنى لك النجاح في العالم مثل الأم يا أخي. يعني إخوانك أصدقائك يحبون لك النجاح ما في شك، لكن واحد يحب لك النجاح بهالطريقة وبهالشغف يمكن أكثر من نفسك. تلاحظ يا جماعة؟ وإيش رأيك أبوه؟ الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. شوف كيف المشقة، وفوق هذا كله سبحان الله إيش العطف إيش الحنان اللي قذف الله جل في علا جل في علا في قلب الأم ناحية هذا الإبن. الله. لدرجة أن الله عز وجل أخبر عن أم موسى أن قلبها أصبح فارغ إلا من ذكر موسى عليه السلام. الله. أصبح فؤاد وأصبح فؤاد أم موسى فارغة فارغة إلا من ذكر من إلا من ذكر موسى عليه السلام. ونأخذ من المغازي يا أخي، الأمر يأتي والوحي يأتي بأن تحطه في تابوت وترميه في اليم. انظر إلى حفظ الله عز وجل. الله أكبر. الحافظ الحفيظ جل في علاه، بعدين يأخذ هذا التابوت إلى فين؟ العدو. إلى بيت العدو اللي يبغى يقتل هؤلاء الأطفال. وقاعد يحارب يحارب عشان ما يطلع هذا الطفل اللي زلزل ملكه. ويوصل هذا التابوت إلى بيت فرعون، ويأخذ هذا الطفل ويربى في بيت هذا الملك الذي في المستقبل سيهدم ملكه وسيبدل دينه بفضل الله سبحانه. الله. يسأل سائل سبحان الله: كيف أنا أحفظ الله؟ تحفظ الله إذا طبقت حدود الله وابتعدت عن معاصي الله عز وجل. في هذه اللحظة أنت حفظت الله عز وجل. زي ما تلاحظون شغلة يا جماعة أيضا من يمكن المغازي اللي نقف عندها، أن فرعون كان هو سيد هذا يعني هذا الزمان وهذا يعني وكذلك القوم في ذلك الوقت، إلا أنه يعني منع من شيء، أنه لم الله أكبر لم يأتيه الولد. الدنيا ما تجي صافية، ما يجي كل شيء سبحان الله. يعني ما في إنسان إلا تجد عنده، حتى لو ملك مهما ملك تجد عنده قصور، تجد عنده أنه يحتاج. هذه الدنيا ترى الراحة في الجنة، الراحة في الجنة والكمال في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن شوف ملك يملك الدنيا وما فيها، لكنه كان يتمنى ولد. حتى لما زوجته شافت هذا الولد قالت: لا تقتله، قرة عين لي ولك. يعني نأخذ أيضا من هذا الموقف موقف زوجة فرعون مشاعر المرأة. المرأة ترى مشاعرها غير. ترى المشاعر المرأة عبارة عن كتلة مشاعر وأحاسيس، لذلك الإنسان لابد أن يكون يعني يعمل ألف حساب للتعامل مع المرأة. لا يجرح مشاعرها، يعطف إليها، يشبع الغريزة والعاطفة اللي موجودة في داخلها. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. دليل أنهم وشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير، رفقا بالقوارير، خدشها سهل وكسرها سهل. لذلك الإنسان لابد أن يكون هي اللين في التعامل معه. والأحدى القولات: القلوب كالزجاج، إن لم تخدشها كسرتها. شوف القلب شلون، أنت الزجاج لو تمسكه وخر لا لا تكسر الوضع، يا يصير في شمخ ينكسر. عندي مغزى عجيب. موسى عليه السلام كان سببا في هداية زوجة أطغى الطاغين فرعون. الله يعني سبحان الله. يعني والله جل وعلا قد جعل تلك المرأة مثلا للمؤمنين. الله عز وجل يقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. قد يكون الله كافأها بإسلامها وهدايتها مشاعرها. الله كانت ما تعلم ايش يعني. ربما يتقرب الانسان ربما يتقرب الانسان لله عز وجل بمشاعره. لا ما يبدأ المفتاح. نبي نختم يعني جلسة المغازي مع الشيخ عبد الله ايضا من المغازي لما اخذت بالسبب ام موسى، اوحى الله عز وجل اليها بالالهام فجعلته في التابوت والقته في اليم في البحر في اليم. قالت لاخت موسى ايش؟ قصيه، اتبعي اثره.
ولذلك في الآن حق عظيم من حقوق المهمة يعني في حياتنا حق الأخت أنها تبعت موسى وصارت تروح وتشوف فين وصل وعادت لأمه وصارت تقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. هذه الأخت تكتيك ها؟ والله إنه بعض الأخوات يعني سبحان الله سنة. أهمها مثل هم الأم. نعم سند فعلا لك بعد الله عزيز. فعلا في بعض الشباب بيقول هذه أختي هي كأنها أمي. والله ومعلش يعني حتى بعض الناس من شدة يعني قيمة أخته في حياته تجد إذا قال أخو فلانة. أيوة أهمية أخته في حياته صراحة. الله يعطيكم العافية يا شباب. الله يكتب أجرك. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ لو كنت مهموم أو مغموم أو مديون أو معسور عندي لك حل وعلاج. يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حكاية ومغزى. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرة.